من نجاعة وموضوعية في التسيير المراقبة والتقييم، حيث يعتبر قطاع من القطاعات الرائدة في تجسيد وتعميم الرقمنة عبر منصة تسيير، وعليه أدعو دور المرافقة عبر كل الولايات بإدراج معلومات دقيقة حول كل متربصي ومتخرجي القطاع المستفيدين من مشاريع في المنصة الرقمية، لتوفير المقاولاتية منصة ضخمة من الإطارات الفاعلة المحترفة. وباعتبار ولاية المسيلة تزخر بخط سكة حديدية يربط بين 6 ولايات، سنسعى إلى فتح تخصص صيانة السكك الحديدية في دخول سبتمبر 2023.